أهلا بكم. جهود دولية وإقليمية متسارعة من أجل وقف إطلاق النار في غزة دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراجة للأزمة، مبادرة أطلقتها القاهرة حازت قبول إسرائيل والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية، غير أنها لقيت رفضا من جانب حركتي حماس والجهاد. فما البديل؟ تحركات قطرية تركية، فهل يساعد ذلك في إيجاد مخرج أم يؤدي إلى مزيد تأزيم الوضع في ظل حالة الاستقطاب الإقليمي الذي تشهده المنطقة؟ تطورات الوضع في غزة موضوع حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة. أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي، أنا مكي هلال وأرحب بضيوفي. معنا من تل أبيب بوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما أرحب بضيفي هنا في الاستوديو رافقنا دكتور مأمون فندي مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، والسيد زياد العلول رئيس المنتدى الفلسطيني هنا في بريطانيا. أهلا بكما. لكن قبل أن نبدأ هذا الحوار دعونا نتابع معا هذا المقطع الذي يعكس بعض مواقف الأطراف المعنية بالأزمة الحالية في غزة. نتحمل المجتمع الدولي هذه المسؤولية بسبب صمته وعدم محاسبته لهذا الاحتلال، ونطالب أيضا أن يكون هناك تحرك عاجل، وإلا سيكون مزيد من الدماء، وذلك بسبب الضوء الأخضر الأمريكي الذي أعطاه السيد أوباما لنتنياهو ليقوم بقتل أبنائنا. ونقول مهما قاموا بمثل هذه المجازر لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء، لأننا نبحث عن حريتنا. فقدان الأرواح والتداعيات الإنسانية لذلك أمر مفجع. إننا نتوافق مع شركائنا الدوليين للتأكيد على دعوتنا للوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2012، لكن هذا لا يكفي في الحقيقة. لابد من وجود مفاوضات ومناقشات جدية لكل القضايا التي تسببت فيما يحدث اليوم. وقد توافقت الرؤى على أهمية دفع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للاستجابة للدعوات لوقف إطلاق النار حقنا للدماء وحماية للأرواح الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، ودعوتهما لتغليب العقل والاستجابة للمبادرة المصرية التي حظيت منذ لحظتها الأولى بتأييد دولي وإقليمي واسع النطاق، باعتبارها مبادرة شاملة تتضمن من العناصر ما يؤدي ويوفي بالاحتياجات لكافة الأطراف. وقف العدوان وعدم تكرار هذا العدوان ورفع الحصار والإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلهم الصهاينة بعد أحداث الضفة الغربية، هذه مطالب عادلة وهذه مطالب إنسانية، وأقول هذه مطالب تتمشى والقانون الدولي، وأيضا هي منطلقة من الاتفاقات التي جرت مع المحتل وبرعاية عربية ومصرية، هي مطالب محقة ومطالب عادلة. في قطر لا ندعي أن لدينا مبادرة خاصة، نحن فقط نقلنا مطالب الشعب الفلسطيني. ليس من المهم عندئذ من يحقق الشروط للشعب الفلسطيني إذا تحققت له العدالة وإن كانت نسبية. إذا توقفت حماس عن إطلاق الصواريخ فعلينا أن نوجه جهودنا لنزع السلاح من غزة حتى لا تتكرر تلك الأحداث عندما تطلق أسلحة مزودة من قبل إيران على مدننا ويتعين علينا الرد. حماس تتحمل مسؤولية التصعيد والهجوم على المدنيين الإسرائيليين ومسؤولية الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم، ويجب أن تسأل عن ذلك في أي مفاوضات ستعقد فيما بعد. أهلا بكم من جديد. نبدأ حوارنا هذا إذن من تل أبيب. أسألك سيد دوفير جندلمان، الأزمة تدخل أسبوعها الثالث، حصيلة الضحايا إلى ارتفاع في الجهتين في الحقيقة. إسرائيل أيضا تحتاج وقف إطلاق النار، ليس حماس وغزة فقط. هل هذا ممكن الخوض فيه الآن بعد كل الدماء التي سالت؟ طبعا ممكن التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم توفير الأمان لمواطنينا لكي لن يتعرضوا مرة أخرى
إلى دار مدنهم وبلداتهم بالصواريخ، أليس كذلك؟ هذا هو حقهم، هذا هو واجبنا، توفير الأمان للمواطنين. ماذا عن أي دولة في العالم كانت تواجه مثل الفلسطينيين في غزة أيضا الذين تقصف بيوتهم؟ بالتأكيد، بالتأكيد من أجل تحقيق هذا الهدف أيضا يجب نزع قطاع غزة من الصواريخ ومن الأنفاق. حماس هي تنظيم إرهابي بغيض وفقا للقانون الدولي، ولذا نحن ندعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل نزع الأسلحة والصواريخ من قطاع غزة. هذا طبعا يوفر الأمان للمواطنين، ليس كذلك؟ على كل ذكرت القانون الدولي، لست متأكدا من دقة هذا التصنيف أنها تنظيم إرهابي في القانون الدولي، هذه معلومة. خليني أشرح لك، على حماس معترف بها كتنظيم إرهابي في بريطانيا وفي الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة وفي كندا وأستراليا واليابان ومصر. يعني هذا هو التنظيم الإرهابي الدولي. هذه وجهة نظرك نحترمها. نأخذ نحن فقط نلامس الموضوع في بداية الحلقة، سأفسح لك المجال فيما بعد. دكتور فندي، هل ما زال الحديث ممكنا عن هدنة أو تهدية أو وقف لإطلاق النار أو مبادرات من هنا وهناك، أم أن الأمر تأخر كثيرا ودخلنا منعرج المواجهة الحقيقية الآن، قتل هنا وقتل هناك؟ أعتقد أن وقف إطلاق النار ضرورة على الطرفين. بالنسبة لإسرائيل، أنا لا أعرف الهدف الاستراتيجي التي تريد إسرائيل من ما تفعله في غزة الآن. يعني هل هي تريد أن تعيد احتلال غزة مرة أخرى؟ كانت معهم، نعم، وتركوها نتيجة للتكلفة العالية. إذن ما يحدث هو نوع من العقاب القبيح، يعني غير مبرر ولا يمكن التبرير. زائد النقطة التي أثارها ضيفك من تل أبيب في غاية الخطورة، وهو تحقيق الأمان للشعب الإسرائيلي لجهة واحدة. أولا يعني هذا مفهوم، تحقيق الأمان للشعب لا يمكن تحت أي ظروف، يعني ليس هناك أمان 100%. السلاح والقوة هل له أن يحقق الأمان؟ لا يحقق الأمان. الفكرة التي يجب أن تقبل بها إسرائيل بوقف إطلاق النار، وهذه هي المبادرة المصرية. يعني لو قبل الطرفان بالمبادرة المصرية منذ يوم 15 حتى عندما كان مؤكدا أنها يعني ستنفذ، كنا يعني على الأقل حفظنا كثير من الأرواح. لكن المبادرة المصرية، أسمع من الكلمة القادمة من تل أبيب، أسمع نوع من سوء النية وعدم الرغبة، لأنه تحقيق الأمان الكامل لا يمكن في ظل ظروف حرب. ظروف الحرب هي وقف إطلاق النار، ثم بعدها تتخذ إجراءات للأمن. يقال دوما أن الدبلوماسية تحقق ما تفشل فيه الحرب، ومنها الأمان، لذلك المفاوضات هي حاجة الطرفين. ربما المفاوضات وآليات تنفيذ الاتفاق هي التي يمكن أن تحقق أكبر نسبة من الأمن. أما فكرة تحقيق الأمن فمعناه أنك تتهرب من الحل. نعم. أسأل سيد العلول ضيفنا هنا، مرحبا بك مرة أخرى. الغزاويون وكل فصائل أو سائر فصائل المقاومة وهكذا يسمون الجهاد وحماس، هل ما تزال فعلا معنية بالهدنة أو بالتهدية أو بوقف لإطلاق النار، يأتي من الجار المصري أو من جهات أخرى دولية راعية؟ لا أحد يريد الحرب، لا يوجد فلسطيني يحب الحرب ويحب القتل ويحب الدمار. لكن هذه الحرب فرضت علينا، نحن نعيش تحت احتلال، نحن نعاني. أسباب هذه الحرب الأخيرة 100% هو الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يعاقب فيه 2 مليون. إسرائيل جربت الحرب الأولى والثانية وجربت حصار، فشلت، هي لم توقف الصواريخ. إذن يجب إعادة التفكير بمنطق آخر. أهل غزة تتحدث عن 2 مليون يعيشون عيشة لا توجد حتى في أدغال أفريقيا، مع احترامنا لأدغال أفريقيا. تتحدث عن معابر مغلقة، عدم حرية في الحركة بالنسبة للناس، ما فيش تجارة، مياه 90% غير صالحة للشرب، لا توجد كهرباء. أنت تتحدث عن 2-3 ساعات كهرباء في اليوم، ميناء معطل، حتى المياه اللي احنا بحر ملوث، ملوث، فأنت حتى الهواء ملوث، حصار من جميع الجهات. فماذا تريد؟ إذا أردت أن تحقق أمن فيجب أن تحقق أمن للجميع. إسرائيل هي غير معنية، وأعتقد أن حتى رفض يعني حماس أو قوى المقاومة في قطاع غزة لهدنة، هي تريد حياة كريمة للناس وليس أكثر. لأسباب الرفض، لأنه يأتي ربما على خلفية
قطيعة، لا نقول قطيعة لكن توتر غير معلم في العلاقات ما بين القاهرة وغزة. سنأتي لهذا. أعود إليك سيد أوفير جندلمان، تحدثت وأشدت بتحقيق الأمن وضرورة تحقيق الأمن. إسرائيل أيضا تخسر جنودا وتخسر مدنيين اليوم، هل حققت أهدافها؟ الصواريخ ما تزال تطال البلدات الإسرائيلية. أريد أن أذكر للمشاهدين من بدأ هذه الحرب. نحن قبلنا بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، نحن انتهجنا سياسة ضبط نفس قبل 3 أسابيع على ضرب مدننا بالصواريخ لكي نعطي لحماس الفرصة بقبول الهدوم مقابل الهدوء، ولكن حماس رفضت، وهي التي جرتنا إلى الغارات الجوية، وبعد ذلك هي التي تسببت في العملية البرية. كل المسؤولية عن سير هذه العملية البرية والعملية العسكرية برماتها، كل المسؤولية عن وقوع ضحايا مدنية. لم أفهم ضبط النفس الذي ذكرته، والطائرات بدأت تقصف منذ البداية، كيف تقول لي ضبط نفس؟ نعم، ولكن ما قصفت هذه الطائرات؟ الطائرات قصفت منصات إطلاق الصواريخ على مدننا، قصفت مخازن الأسلحة، قصفت المستودعات وورشات تصنيع الأسلحة. والصواريخ تواصل هطولها في سماء إسرائيل. الصواريخ لم تستهدف بالمنطق أو منصات الصواريخ لنقل. لا تم استهداف منصات الإطلاق، تم ضرب أهداف عسكرية. حماس منعت، وهي لا تزال تفعل ذلك، تمنع المواطنين من المغادرة إلى الأماكن الآمنة لأنها تستخدمهم كدروع بشرية. كل غزوية على رأيناهم عفوا في مدارس الأونروا وفي مدارس أخرى معروفة، والصور تقول ذلك. هل يوجد في غزة مكان آمن؟ لم يتم استهداف المدارس. حماس تستخدم المدارس، طبعا مدارس الأونروا، من أجل تخزين الصواريخ. مجرد هذا اليوم تم العثور في المرة الثانية على التوالي على الصواريخ أخفتها حماس في مدرسة تابعة للأمم المتحدة. لكن أين سيذهبون؟ لا يمكن تجاهل الواقع. علق بأنه وهو غزاوي وقال لا توجد في غزة أو لا يوجد أي مكان آمن. إلى أين تريدونهم أن يذهبوا؟ إلى بحر غزة مثلا؟ وحتى البحر مغلق. خليني أقول لك. تفضل. دعني أقول لك، نحن أرسلنا رسائل نسية، رسائل مسجلة للهواتف النقالة التابعة للمواطنين، ألقينا مناشير من الجو لكي يتوجهوا إلى مناطق أمنة. حددنا محوراً آمناً وهو طريق أو 5 قبل القصف. هذا أخلاقياً يبرئ ساحة الجيش؟ عطينا يومين، دقائق حكي فاضي. عطينا يومين لسكان الشجاعية. لا، حكي فاضي، لا تصادقوا دعاية لا في الرسائل عفوا وأبرزت على مواقع التواصل الاجتماعي سنقصف بعد كذا وقت، مش يومين. من غزة، وكل غزوي يعلم بأن حماس تراقب شبكات التواصل الاجتماعي. حماس حتى أوعزت لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بالتطرق إلى كل قتيل كأنه مدني، بالغير من أننا نعلم بأن معظم القتلى في الطرف الفلسطيني هم من إرهابيي حماس. لا يمكن ما يتم إصداره من قطاع غزة، لأن حماس تسيطر على هذه الرسائل وتسيطر على التقارير. في نهاية المطاف، حماس هي تنظيم إرهابي، نحن دولة ديمقراطية نحارب تنظيما إرهابيا. لكنكم وقعتم معها هدنة مدنين في السابق واتفاقيات في عمود السحاب وفي الرصاص المسلوب. وقعتم معها وكانت خلقتها. هناك تهدئة، كيف الآن يتعذر ذلك وتصفها بأنها تنظيم إرهابي؟ تهدئة. يعني مرة تنظيم إرهابي انظر. ومرة توقعوا مرة ما توقعوش معه. انظر، تكتيك حماس وتكتيك بسيط، ضربني وبقى سبقني واشتكى. حماس خرقت التهدية مرة تلو الأخرى، أطلقت الصواريخ علينا، وعندما نحن نرد تقول لا أنا حماس بريئة، حماس لم تطلق أي شيء. لا يمكن الاستماع إلى الحقائق والوقائع. حماس خرقت التهدية. نحن قبل 3 أسابيع رئيس الوزراء قال بأن الهدوء يقابل بالهدوء، ولكن حماس اختارت عمدا التسعيد وإطلاق المزيد من الصواريخ. الآن هي تدفع الثمن على هذه الجرائم. لا توجد أي دولة في العالم كانت تقبل بضرب مدنها بآلاف الصواريخ، أليس كذلك؟ نعم. أعود إليك سيد علول، كانت هناك تهدية وحماس خرقتها مثلما قال سيد جندلمان منذ قليل. هل حماس في وارد أنها تصاعد، وماذا ستكسب في النهاية؟ جوارها المصري لم تعد العلاقة معه كما كانت في أيام مرسي، والعمق الاستراتيجي ربما لم يعد موجودا، وكل المعابر الأخرى هي بحماية أو رعاية ومراقبة إسرائيلية. في السياسة هناك منطق البراغماتية والنفعية والواقعية أيضا. هناك من ينعت حماس بالإغالة ربما في رومانسية المقاومة وشعارات ربما
قد تعود عليها سياسيا أو قد تدفع ثمنها إذا ما جرت انتخابات ممكنة في الأشهر القادمة؟ بداية إسرائيل دولة محتلة ونحن شعب تحت احتلال، وبالطبيعي أن يوصفنا إرهابيين طبعا، لا يوجد وصف آخر، نحن ليس أصدقاء وأيضا نحن نصفه عدو، ونحن هو يتحدث عن قانون دولي وهو لا يعرف القانون الدولي. كل نصوص القانون الدولي تتحدث عن حق المقاومة بكل السبل وبكل الطرق، ما دام شعب تحت احتلال من حق أن يقاوم ويستخدم كل الطرق، وإلا ما الذي جعل بريطانيا أن تقاوم في جزر الفوكلاند 5000 كيلومتر في الأرجنتين؟ نعم. نتحدث عن مبادرة، في هناك تجربة كانت مبادرة 2012، مبادرة 2012 لم تلتزم فيها إسرائيل ولم تلتزم فيها مصر، معبر مغلق معظم الأوقات، وإسرائيل قتلت في السلم وفي الهدنة 120 فلسطيني، واستباحت الضفة والاستيطان مستمر وتهويد القدس مستمر، فأنت عن ماذا تتحدث؟ لكن هذه المبادرة هي نفسها يقول البعض قبلت بها حماس في 2012 برعاية مرسي وضماناته ورفضتها اليوم. ما هو 2012 الضمانات كانت ليس كافية لا بالنسبة للجانب الإسرائيلي ولا للجانب المصري، لذلك الحصار استمر والاعتقال استمر والتهويد استمر وكل شيء استمر. لكن وضع حماس أسوأ الآن. لا ليس أسوأ. أنا قلت الآن أنا من غزة وأهلي في غزة، لأهل غزة لا يوجد عندهم ما يخسرونه في هذه الحرب. الناس أسوأ بالنظر للعلاقة مع مصر وهي ليست على حسب ما يرام. نحن لا نتحدث علاقة مع مصر أخوية وبعدنا الاستراتيجي وإحنا جزء من الشعب المصري، لكن مصر جزء من المعادلة الدولية. بالعكس أنا أعتقد أنه رفض المقاومة الفلسطينية لمبادرة مصر يقوي موقف مصر، لأنه أنا أعرف أنه مصر عليها ضغوط من أمريكا وعليها ضغوط من إسرائيل. فإذا نحن نرفع سقف المبادرة المصرية، يعني نحن نرفع سقف المبادرة المصرية، بعض الأمور اللي هي يجب أن تحقق لنا كفلسطين نعيش في غزة. لكن أحرجتم أحرجت القاهرة أيضا بأن اشترطت رقابة دولية على معبر رفح، هذا لا يجوز في مفهوم السيادة المصرية على هذا المعبر الوحيد بالنسبة إلي. العلاقة المتوترة هي اللي أفشلت المبادرة المصرية، لأنه مصر لم تخاطب حماس بشكل مباشر، هي خاطبت الرئيس عباس وتم الإعلان عن المبادرة. أهل غزة والمقاومة الفلسطينية ومن يدفع الثمن في غزة هو الذي لا يجب أن يسمع صوته هناك وتسمع من يقول كلمته. ليس فقط المبادرة أو العلاقة المتوترة، لاعبون آخرون، ليس سرا أن أقول قطر وتركيا هم من أفسدوا هذه المبادرة نكاية في القاهرة، ما رأيك؟ أخي مكي، ماذا تطلب المقاومة الفلسطينية أو أهل قطاع غزة الآن؟ مبادرات سهلة إنسانية، نحن لا نطلب المستحيل ولا نطلب شيء، نطلب عندما تتحدث عن فتح معبر أو عن ميناء أو عن حرية حركة، رعاية دولية لمعبر مصري، هذا لن لا 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 ضمانات. أنت هي لا السيادة مصرية والسيادة فلسطينية، ولا نقبل بأي طرف آخر. أما نتحدث عن ضمانات، الضمانة نعم. تجبر إسرائيل وليس نعم. مصر. نعم سيد فندي، ربما أفضل من يحدثنا عن المبادرة المصرية والمطبات التي تعرضت لها. القاهرة أيضا أحرجت حماس ولم ترأف بالغزاويين، اشترطت في المقابل أن تكون السلطة الفلسطينية هي التي ترعى المعبر على الجهة الفلسطينية، وهذا ربما إغال ربما في استثمار الموقف والوضع الآن في غزة، ما رأيك؟ شوف، الدولة المصرية بشكل عام تعرف الشأن الفلسطيني معرفة دقيقة جدا، وتتعامل مع الدبلوماسية الإقليمية بشكل، يعني في النهاية ممكن أي دبلوماسي مصري يستطيع أن يقدم مبادرة وهو نائم، لأنه مارس هذه المبادرات طوال حياته. لكن الأصول عفوا في الدبلوماسية أو في اللياقة الدبلوماسية لمن يعرف هذا المثال جيدا أن يحترم جاره ويعرض عليه أولا المبادرة. حماس ومتحدثهم الرسمي يقول حتى المصريين لم يعرضوها علينا أصلا، عرضوها في الإعلام وفي مجلس وزراء الخارجية العرب، وعلى إسرائيل عرضت. لو سمحت فضل. إحنا طبعا لابد أن نتحدث حديث ناضج يليق باللحظة وخطورتها. الصديق من غزة يقول أن الغزاويين ليس لديهم ما يخسرونه حتى الآن. الحقيقة الغزاويين لديهم ما يخسرونه كل يوم، من أطفال وأشلاء نراها كل يوم، يعني خسائر فادحة لأي إنسان. ما نراه الآن هناك حرب لها ثلاث أطراف وليس طرفان، هناك الطرف الإسرائيلي وطرف حماس، وهناك شعب غزة الذي هو رهينة بين طرفين. يعني في النهاية استخدام شعب غزة
لأهداف أخرى. يعني هناك حماس تستخدم الشعب الفلسطيني لأهداف أخرى؟ لأهداف وليس حماس فقط تستخدمهم تركيا وإيران. لنتحدث أنا لم أقاطعك لحظة بسيطة جدا. أنا أقول أننا نريد أن نتحدث بنضج حول هذه القضية. نحن لدينا أول شيء محاولة، يعني عندما أخرج المصريون الإخوان المسلمين من الباب، الإخوان المسلمين يريدون أن يعودوا من الشباك من خلال شباك غزة. وجميعنا نعرف أن الدم الفلسطيني هو الذي يجمع العرب جميعا. فبالتالي محاولة ابتزاز العالم العربي بأن جماعة تمثل جماعة الإخوان المسلمين الآن في معركة مع إسرائيل لابد وأن نستفق الفهم. لكن في وضع استثنائي دكتور، هذا اللي حصل من قطر وتركيا. يمكن أن يتسامى الجيران على خلافات الإيديولوجيا فما حاجات عاجلة. اسأل القطريين، يعني ما منذ متى كانت قطر مركز دبلوماسية كي يأتي بان كي مون ويتحدث بأن هناك خالد مشعل يعيش في الدوحة؟ إذن نحن نتحدث الآن عن وضع مقلق بأن هناك خلق بديل لدور مصري. نحن كمصريين لنا دور تاريخي من عام 1948 ونحن نحارب ليس من أجل، نحن لدينا التزام أخلاقي، أخلاقي تجاه يعني. لدينا التزام أخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، لدينا التزام بأهل غزة لأنهم كانت تحت الإدارة المصرية لفترة طويلة. أهل غزة بيننا علاقة نسب وقرابة بينهم. ما يحدث في ابتزاز هناك مزاج غزة عام مصري أيضا حتى نكون منصفين يقصف يوميا غزة والفلسطينيين هناك. لا لا، رافض لجماعة الإخوان المسلمين. لماذا رافض لفكرة لأن حماس جماعة الإخوان المسلمين؟ هذه نعم هذه القضية. إعادة جماعة لا أريد أن أتحدث هنا وأدخل في جدل مع قريبي وأهلي من غزة ولدي طرف معتدي يخرج من هذه الحلقة دونما أن يحاسب. نحن ما نراه الآن، ما قيل في أن هناك قانون دولي يجرم حماس، نحن نرى أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية في مصر، لكن تحت الاحتلال هناك أمر آخر، ظرف استثنائي. نعم هذه الظروف مختلفة تماما ولا يجب الخلط، لكن هناك لعبة إقليمية خطيرة جدا يجب التوقف عنها. سنحاول أن إدخال إدخال الإخوان إلى مصر التي من خلال بوابة غزة رهينة. نعم. غير مقبول. نعم. ولكن على إسرائيل كما قالت المبادرة المصرية أن توقف إطلاق النار حتى يكون حوارنا ثلاثيا وسجالنا نحافظ على الأرواح كل الأطراف. في سيد جندلمان، فيما تبقى لنا من وقت قبل الفاصل أريد أن أسألك عن موافقتكم وقبولكم على المبادرة المصرية. البعض يراه تكتيكيا فقط ولإحراج حماس وحشرها في الزاوية والظهور أمام المجتمع الدولي بمظهر هذا الطرف الراغب في الحوار والراغب في الهدنة، لكن الطرف الآخر هو الذي يعطل. ما رأيك؟ لا، هذا غير صحيح إطلاقا. نحن قبلنا بالمبادرة المصرية وخلال 7 ساعات أوقفنا إطلاق النار على أهداف إرهابية تابعة لحماس لكي نعطي الفرصة لحماس بأن تلبي وتستجيب إلى المبادرة المصرية، ولكن حماس رفضت المبادرة المصرية ووصلت توقف إطلاق القصف. ذكرني متى توقف قصف الطائرات؟ نعم. متى تم ذلك؟ أقول لك. نعم، يبدو لي غريب بأن كل يوم وسائل الإعلام العربية تنسى يوم أمس وتخترع وقائع جديدة. نحن أوقفنا إطلاق النار لمدة 7 ساعات إطلاقا، لم تطلق ولو رصاصة واحدة، من أجل استنفاد جهود دبلوماسية للتواصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن حماس خرقت التهدئة أحادية الجانب وواصلت إطلاق الصواريخ، لذا اضطرينا إلى استمرار العمليات مضطر الجوية. مضطر للمقاطعة سيد جندلمان، نذهب سريعا إلى فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة نقاشنا هذا في برنامج حديث الساعة. لا تذهبوا بعيدا. لماذا يستخدم اللون الأبيض لفساتين الأعراس؟ معرض خاص لثياب الزفاف في متحف فيكتوريا وألبرت. فستان الزفاف هو طريقتك للتعبير عن شخصيتك. مياه لبنان في معرض خاص في لندن. هالصور بتشوفها كل يوم بس ما بتشوفها بنفس العيون، هي بتفتح عيونك بتفتح قلبك. وإحياء لنشاطات الستيم بانكس في حانات لندن. آفاق على شاشة بي بي سي. العالم في تغير دائم. متابعة للأخبار كل يوم وكل لحظة، قصص ومشاهد من قلب الأحداث.
أخبار من العالم حولك. اشترك الآن في قناة بي بي سي عربي على موقع يوتيوب. أهلا بكم من جديد. نستأنف نقاشنا هذا من تل أبيب مرة أخرى. أفسح لك المجال مجددا سيد جندلمان. كنت تتحدث عن المبادرة المصرية والتهدئة أو هدوء بست ساعات، رغم ست ساعات هي فترة قليلة جدا في صراع دامك هذا. ماذا عن الأهداف الإسرائيلية وما تحقق منها باستثناء مجزرة الشجاعية مثلا، أطفال غزة على البحر الذين قصفوا؟ حينما ترى هذه الصور أنت كمسؤول سياسي ومتحدث باسم رئاسة الحكومة، هل تراها فعلا أهدافا عسكرية جديرة بالقصف؟ أولا أريد أن تطرق إلى الفترة الزمنية لحد التهدئة. فعلا سبع ساعات هذا هو وقت كافي لكي حماس توعز لكل إرهابيها بوقف إطلاق النار، ولكن حماس كما نعلم رفضت وقف إطلاق النار، ولذا نحن موجودون في الحالة الراهنة. بما يتعلق بحي الشجاعية، فحماس حولت هذا الحي إلى معقل رئيسي للإرهاب. تحت هذا الحي توجد عشرة أنفاق إرهابية تمتد إلى داخل العمق الإسرائيلي من أجل التسلل إلى البلدات الإسرائيلية المتخمة للحدود وذبح سكانها المدنيين. لم تكشف عفوا إسرائيل عن أدلة على ذلك؟ لديكم أقمار اصطناعية، قدرات عالية في التجسس. يعطينا اسم واحد ذبح يعني. أعطينا أسماء أو أدلة وراء المدنيين يختبئوا مقاتلون. انظر، نحن كل يوم نعرض أدلة وصور وفيديوهات تشير إلى الأوضاع على الأرض، تشير إلى جريمة هذه الأنفاق، إلى وجود هذه الأنفاق التي تمتد إلى داخل أراضينا. وفقط ومجرد في الأيام الأخيرة كانت هناك عدة محاولات للتسلل إلى أراضينا، إلى هذه البلدات بالذات، من أجل ذبح السكان. لا يمكن تزوير ذلك. هذه ليست قناة تابعة لحماس، هذه بي بي سي، ليس كذلك؟ التسلل موجود وكشفت عنه الصور، لم نقل ذلك، نتحدث عن طبيعة الأهداف وتأكيدكم أن المقاتلين لحماس يتخفون وراء المدنيين، نقصد صورا في هذا الباب مش على التسلل. التسلل موجود وتم عبر البحر أيضا ونشرتم صوره، وحتى حماس لا تنكره هو الجهاد. صحيح ولكن يجب أن نذكر، حماس تستخدم المدنيين كضروع بشرية، هي تمنعهم من الخروج إلى المناطق الآمنة لأنها تريد أن تستخدم الأشلاء والجثث لحملاتها الدعائية، لأنها تريد هذا العدد الهائل من الضحايا. من لا يسمح للمواطنين بالمغادرة، يعني لماذا أنت تعطيهم بالفعل؟ كنت سأسأل. أي حرب فيها جانب دعائي إعلامي نفسي أو ما يسمى بالحرب الاتصالية، لماذا أنتم تضخمون هذا العدد بعمليات القصف وتعطونها فرصة وصورة جيدة أمام الرأي العام العالمي وتكسب بذلك تعاطفا ما؟ انظر، قبل بدء العملية البرية في حي الشجاعية عطينا يومين، ليس ساعة، ليس ساعتين، يومين للسكان بأن يغادروا إلى مناطق آمنة حددناها. نصف مليون حماس منعتهم من المغادرة. وبالتالي حماس تدفع أموالاً للسكان في حي الشجاعية لكي لا يغادروا، لكي يستخدموا الجثث والمدنيين كدروع بشرية. لا يمكن، هناك معطيات جغرافية بشرية لابد، ديموغرافية لابد من أخذها بعين الاعتبار. أنت تتحدث عن المكان الأكثر ازدحاماً في العالم. بالتأكيد هذا هو تحدي وليس كبير، هناك من مخابئ في غزة على عكس العالم. إسرائيل توجد مخابئ، توجد ملاجئ، ولكنها مخصصة لقادة حماس، أليس كذلك؟ كل قادة حماس موجودون تحت الأرض، تحت مستشفى الشفا، حفاظا على حياتهم. لماذا لم تصلوا إليهم إذن وتصلون للمدنيين فقط؟ هذا التقصير. سنصل إليهم. حماس أنفقت المليارات من أجل بناء الأنفاق ومنصات الإطلاق. قطاع غزة حصل حتى هذا اليوم المليارات من التبرعات الدولية، وكل هذه الأموال صرفت وأنفقت على البنية التحتية للإرهاب الحمساوي. نعم، هذه وجهة رأيك طبعا نحترمها. نريد أن نذهب أكثر في الجانب الدبلوماسي، في الدور القطري، في الدور التركي. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الدوحة جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية. سيد الحرمي، منذ ساعتين تقريبا وصل
أمير قطر إلى السعودية ليلتقي هناك ملك الملك السعودي. هذه الزيارة لو حدثتنا، أكيد غزة على رأس جدول الأعمال في هذه الزيارة المفاجئة في الحقيقة، ولماذا الدوحة تقحم نفسها مع تركيا في جهة تقابل الرياض والقاهرة؟ بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة، وحقيقة استغرب جدا من الشخص الذي تم استضافته وهذا التلميع لإبرار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والمجازر البشعة التي انتقدها العالم وليس فقط. دعنا في الزيارة سيد جنتلمان يمثل وجهة النظر الأخرى ونحاول أن نعرضها كلها. الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالمساعي القطري يجب أن نضع النقاط على الحروف حقيقة. أولا قطر لم تدعي أنها تقود مبادرة، إنما أكدت منذ اللحظة الأولى أن هي ناقل للمطالب الشعب. لكن عفوا طرحت مبادرة في البداية كانت تسمى مبادرة المقاومة وبثت بنودها على الجزيرة وسرعان ما سحبت من التداول فيما بعد. ليست مبادرة. الفصائل الفلسطينية عندما اعترضت على المبادرة المصرية التي تم تجاهل الفصائل ولم يتم استشارتها في المبادرة المصرية التي صيغت باتصالات إسرائيلية السلطة الفلسطينية المصرية دون مراعاة مطالب الفصائل، الفصائل الفلسطينية سلمت نسخة من مطالبها إلى القيادة القطرية وأيضا ذهبت نسخة أخرى إلى القيادة المصرية. قطر منذ اللحظة الأولى أكدت، وحتى من الجانب الإنساني ومن الجانب المسؤولية الأخلاقية أن تقوم بهذه الأدوار. لكن ألم يكن من الأجدى سيد جابر أن تنسق قطر مع القاهرة وليس مع تركيا، خصوصا بالنظر إلى التراشق ما بين أردوغان والسيسي وأنت تعلمه والعلاقة في غاية التوتر بين الرجلين، حتى لا أقول بين البلدين، أيهما أقرب لموضوع غزة جغرافيا وللأجواء العربية ودبلوماسية الجامعة العربية وسواها؟ أليست مصر أقرب من أنقرة أو القاهرة؟ دعنا نضع الأمور في سياقها الصحيح. قطر منذ اللحظة الأولى، منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي في يوم 9، قطر بادرت وأجرت اتصالات بالأمين العام للأمم المتحدة. أمير قطر أجرى الاتصالات مع قادة العالم لوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية ولجم هذا العدوان منذ اللحظة الأولى قبل أن يتحرك أو تتحرك حتى القيادة المصرية. السيسي طوال أسبوع من العدوان الإسرائيلي لم يجري إلا لقاء واحدا مع طيب لماذا تركيا وهي لديها علاقات مع إسرائيل وتنسيق عسكري وعمليات تدريب بين الطرفين؟ أليس في الأمر تناقضا؟ لأن هناك ليس هناك تناقضا، وأيضا مصر لديها أيضا علاقات مع إسرائيل. عندما نضع الأمور في سياقها الصحيح، ليس هذا دفاعا بالتأكيد عن تركيا، هناك قطر أيضا لكن كان لديها مكتب تمثيل تجاري في السابق وتم إغلاقه في 2009 نهائيا. وبالأمس ليبرمان سمعته يهدد قطر ويهدد قناة الجزيرة ويقول أن قطر تدعم المنظمات الإرهابية وتدعم حماس وتستضيف القيادة. مصر لديها سيد الكريم سلطة الجغرافيا الجوار لغزة، هذا حكم لا يمكن نكرانه أو وضع لا يمكن أن ننكره بالتأكيد، ولم تنكر قطر ذلك، لذلك هي لم تبادر بطرح مبادرة تتنافس أو أنها تسحب البساط من تحت القيادة المصرية. هي قالت أنها تنقل هذه المطالب الشعب الفلسطيني ومطالب الفصائل المقاومة. لكن هناك اتهامات أيضا في الجهة المقابلة سيد جابر، وسائل إعلام قطرية مرموقة ومعروفة تشوه المبادرة المصرية هكذا يقال، في حين أن نفس المبادرة نفس البنود تقريبا كان تقدم بها مرسي في 2012 في عملية عمود السحاب على ما أظن، وقبلت بها حماس وقبلت بها مصر وورعتها أيضا الدوحة حينذا أو باركتها لنقل على الأقل. لماذا الآن؟ الفصائل الفلسطينية هي التي رفضت، ليست قطر رفضت، قطر ليست طرفة الموضوع، الفصائل الفلسطينية حماس هي ليست طرفا لكنها ربما تريد أن تكون طرفا يقول البعض. قطر أولا قطر ليست أمرا طارئا أو حدثا طارئا على القضية الفلسطينية، تاريخ قطر ونجاحاتها وحتى اتفاق الدوحة بين الفتح وبين حماس شاهد على ذلك، ومواقفها في غزة ودعمها طوال السنوات الماضية وكسر أمير قطر كأول زعيم
يقوم بزيارة إلى غزة المحاصرة والمغلق إلى هذه اللحظة. وأنا أتحدث معكم هذا كله صحيح ما ذكرته، فقط هناك متغيرات بعد ما يسمى بالربيع العربي وصعود الإخوان وتراجعهم في مصر. تبقى معنا سيد جابر حتى نتابع الحوار. كان دكتور فندي عنده تعليق على ما تفضلت به. تفضل دكتور. أمير قطر جاء إلى غزة، جاء بالباراشوت مثلا من الهواء، هناك أجواء إما تحكمها إسرائيل أو تحكمها مصر. يعني هو على الكل هو جاء، غيره لم يأتي. لا يعني جاء لابد من المرور من خلال مصر. نعم. يعني في النهاية لابد وأن يأتي بتنسيق أو المعبر الإسرائيلي أو بالمعبر الإسرائيلي، لكن هو مر من خلال مصر. نعم. فبالتالي مسألة أن قطر دخل بشيل السلم بالعرض في هذه المشكلة، أولا قطر ليست طرفا في ذلك، ثانيا الإسرائيليين يحترمون المبادرة المصرية لأن مصر لديها جيش مجاور يحمي تنفيذ تعهداته تاريخيا، لكن في النهاية قطر أو تركيا ليست دول مواجهة. أمريكا تأخذ في الاعتبار لأن إسرائيل تأخذ دعمها حليفها من أمريكا التقليدي. نعم. لكن في النهاية هذا العبط والعبث، أعتقد الإسرائيليين الآن يعني لديهم نوع لكن من العبث والعبث، ما سميته هذه تسميتك لا أتبناها، على الجهتين يقول البعض. مصر أيضا ليس لديها ترهن الغزاويين أو ترهن شعب مدنيين في قطاع غزة فقط لأنفتها الدبلوماسية أو حتى لا يتجاوز عليها أحد. كيف؟ إيه لم تعرض الأمر على حماس. مصر أعرضت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس. لم تدعو يعني قيادات. هناك قيادة فلسطينية، هناك رئيس، هناك رئيس، هناك هناك مصالحة، هناك مصالحة بين حماس وبين فتح، وهناك رئيس فلسطيني اسمه محمود عباس. هذا هو الشكل الدبلوماسي اللاق. أين الإشكال إذن؟ يعني في النهاية هل عرضت مصر على الفصائل الإسرائيلية على الأحزاب؟ تعرضها على رأس المؤسسة، رأس الدولة أو رأس الحكم. لا، لكن واضح أنه من يسيطر في حماس في غزة هي حماس وليس فتح وليس السلطة. طبعا الشيء لازم تقصد مباشرة الهدف. إذن الاتفاق بين حماس وبين فتح هو كذب. يعني لم تبدا حتى الحكومه بعد. ليس هناك من تفعيل. دكتور انت تتابع الاخبار اكثر مني بحكم عملي. ليس هناك من تفعيل حكومه التوافق الوطني. لم تبدا بعد. انا لا اريد وقع. ان ادخل في هذا. نعم. لان الاسرائيليين اليوم يعني يكون لديهم عيد ان يشهدوا هذا النوع من النقاش العربي غير الناضج في قضيه يموت فيها الناس بشكل يومي. يعني في النهاية اليوم الفلسطينيين يموتون بشكل يومي. هذا هو الإشكال. ونحن الآن في من الذي سيستبق ومن الذي سيقدم مبادرة، هل هي قطر أم هي مصر أم هي تركيا؟ هذا يعني هو في الموضوع. النهاية الموضوع منذ 1948 لماذا تبقى غزة رهينة للتراشق الدبلوماسي؟ هذا هو السؤال. إذن يا أخي الإخوان القطريين يركنوا على جنب شوية، لأنه ليس دولة مواجهة. لم يقتل جندي قطري في التاريخ النضال الفلسطيني منذ 48 حتى الآن. نعم. في الحرب. وبالتالي أنتم وليس الأقرب، يعني مصر الأقرب ليست منطقياً مسألة أقرب وتاريخيا وجغرافيا. نحن جوار. نعم. حقيقي مع فلسطين ومع إسرائيل ولدينا التزامات دولية. لكن مصر باحتداد العلاقة كفت عن أن تكون حتى وسيطا، وقد قطعت سبل التواصل مع طرف فاعل اللي هو حماس في غزة. أنت تحتاج أن تكون لديك علاقات جيدة مع الطرفين حتى تطلع. بل تعتبره معاديا. يا أخي احنا لا نعتبر يعني فلسطين معاديا. يعتبر فلسطين ليست حماس. فلسطين ليست حماس. نحن نرى مجموعة حماس في قطاع غزة. لا يعاقب المصريين. لا يعاقب المعبر مغلق يا أخي. الآن بالأمس تم إرجاع وفود طبية أوروبية. لا يمكن المرور. الأمس رجعوا فقط مساعدات الجيش المصري تعبر وتمر، والفلسطينيين على في العريش. قافلة مصرية امبارح. نعم. تم إرجاعها. قافلة مصرية متضامنين مصريين تم إرجاعها. هناك مساعدات وصلت للأمانة من الجزائر ومن تونس. هل تريد أن تقول أن مصر تريد أن تعاقب الفلسطينيين مثلما تعاقبهم إسرائيل؟ إذن تفتح المعبر. تفتح المعبر يا أخي. تفتح المعبر يا أخي. هذا الابتزاز تحمس. وأين الابتزاز؟ هذا حالة إنسانية يا أخي. إحنا على رأسنا الفلسطينيين. المشكلة أنه تمرير إعادة غسيل الإخوان المسلمين من خلال الدم الفلسطيني على الأرض، أعتقد هذا أرخص شيء. واضح. ممكن يمارس. واضح. أن في النهاية الشعب الفلسطيني الآن ضحية قوتين في منتهى الحقارة حقيقة دوليا، إسرائيل بهذا الجرم الذي ترتكبه يوميا، وحماس بأخذها الشعب الفلسطيني الرهيب. لكن هناك يعني مسؤولين قوتين أحقر من بعض المجتمع الدولي أيضا، واشنطن والقوى الفاعلة الدول الغربية. نحاول هناك انحياز. نحاول. واضح أيضا. أسأل سيد جندلمان في تل أبيب، هل أنتم معنيون؟ أكيد تتابعون
هنا كخارجية ودبلوماسية بهذا التراشق ما بين محورين لنقل تركيا وقطر من ناحية ومصر والسعودية من ناحية أخرى، أم أن هذا أمر لا يعنيكم وما يعنيكم هو فقط الأزمة وكيفية أن تخرج منها إسرائيل كاسبة ربما؟ طبعا استمعنا لتصريحات تركيا الأخيرة العنصرية ضد دولة إسرائيل وضد الشعب الإسرائيلي، ونرى الدور التركي القطري غير البناء في إطار هذه العملية. طبعا نحن معنيون بحل جذري بحل حقيقي لمشكلة الصواريخ، يعني أنتم أقرب للتعامل مع مصر على سعيد والقبول بالمبادرة المصرية ولا شيء دونها؟ بشكل واضح يعني تركيا اتخذت موقفا معاديا لإسرائيل، كانت هناك تصريحات عنصرية أدلى بها رئيس الوزراء التركي، تصريحات معادية للسامية، يوجد دور قطري غير بناء، وبالتالي نحن نعمل على السعيدين العسكري والسياسي من أجل خلق أجواء أخرى، من أجل خلق أوضاع أمنية أخرى على حدودنا مع قطاع غزة. أنتم مستفيدون يقول البعض من هذا التراشق الدبلوماسي، ويساعدكم جدا أن يطول أمد هذا التلكؤ الدبلوماسي، هل هذا صحيح؟ ماذا تقول؟ أنت تلومنا بالتراشق بين مصر لا لا مستفيدون وخطأ؟ بالصدفة لا أحمل المسؤولية، لكن الصدف أرادت هكذا، وأنتم تنتعشون دوما في الاستفادة من مفارقات إقليمية بين قوى تريد أن تلعب دورا وقوى أخرى ترى أنها الأجدر بهذا الدور. انظر لا تدخلونا بنزاعاتكم الداخلية. إجابة ربما تلخص كل شيء سيد زياد. لاحظت الموقف الإسرائيلي فعلا نزاعات داخلية، وتأخذ غزة والغزاويين رهينة في خلاف إيديولوجي. يلوم البعض أيضا حماس أنها تسبق الجماعة التنظيم الدولي الإخوان المسلمين، تسبق منطق الإخوان ومنطق الجماعة على منطق الدولة أو منطق الشعب الذي يدفع الثمن يوميا. لماذا حسب رأيك؟ بداية عندما تتحدث إخوان مسلمين في مصر، هل تعتقد أن الإخوان المسلمين في مصر تنظيم عمره 80 سنة وأتباعه ربما ملايين يحتاج دعم من غزة البقعة الجغرافية الصغيرة التي لا ترى بالعين المجرد على الخريطة؟ هذا منطق للأسف يعني. لماذا الاقتراب أكثر من قطر إذن ومعروف قرب قطر من الإخوان؟ من تابع المقاومة الفلسطينية وبياناتها في قطاع غزة، المطالب الفلسطينية واضحة وتم التعبير عنها عبر الإعلام، وقطر لا يوجد عندها مبادرة كما تحدث الأخ جابر، لا توجد مطالب فلسطينية. من يتبنى هذه المطالب الفلسطينية سواء كانت مصر السعودية؟ هذه مطالبنا، هذه مطالب أهل غزة، مطالب ليس حماس، مطالب الفلسطينيين في غزة. لماذا تتبناها الدوحة وأنقرة بالوكالة؟ الجانب المصري عرض كان مسيء لحماس في المبادرة المصرية. أنا سوف أقول لك المبادرة المصرية السابقة 2012 الحالية وقف أعمال العدائية. يا أخي نحن يوجد عندنا خبرة مفاوضات، احنا 20 سنة الرئيس عباس ما زال ياخذ تصريح لتنقلاتي في الضفة. طيب. إذن احنا عندما تقول وقف اطلاق نار ثم التفاوض، مع تجربتنا مع إسرائيل لن تحقق شيء. الآن نتحدث عن دم فلسطيني، صح دم فلسطيني. وقفوا. دم فلسطيني يسال، لكن هل يوجد شعب حقق مصيره من محتل بدون إراقة الدماء؟ لكن أيضا هناك من يقول أن حماس تهدر هذا الدم وتسمح فيه في سبيل تحقيق مكاسب سياسية. أين المكاسب عندما تتحدث عن معابر؟ أين المكاسب عندما تتحدث عن حرية حركة؟ معابر برعاية دولية تطلبون؟ لا بضمانة دولية، هي لم تتحدث بالضمانة. أي ضامن؟ والضامن لإسرائيل مش لمصر، احنا ما عندنا مشكلة مع مصر، الضامن لإسرائيل. لأن لماذا إسرائيل لا تكون الضمانة مصرية على معبر مصري؟ أنت حتى في معبر رفح في جهته المصرية تطلبون ضمانة دولية، هذا على سيادة القاهرة. ما هو أنت نحن لا نتحدث عن معبر رفح، أهل قطاع غزة يتحدثون عن معبر بديل. يعني أنا لماذا أنت تعيش في لندن، إذا تريد أن تسافر إلى لبنان هل تسافر عبر نيويورك؟ لا. لماذا أنا أسافر عن طريق مصر؟ مع احترامنا لمصر ولمعبر مصر، لماذا لا يكون عندي معبر خاص بي؟ لماذا لا يكون عندي مطار؟ لماذا لا يكون عندي ميناء؟ هذا من حقنا. نعم. هذا من حقنا. من حق هذه المطالب إنسانية. حماس تخلت عن الحكومة لو سمحت. حماس تخلت عن الحكومة، وهناك كان شهر قبل الحرب على غزة ولم يتغير شيء. الحصار موجود، معبر رفح مغلق، وكل شيء على ما هو عليه.
فحماس الآن أصلاً الذي يتحدث عن إمارة غزة ولا حماس يعني هي غير الجميع يريد إضعاف حماس هي السلطة ومصر وإسرائيل كل الأطراف تتآمر على حماس هو تتآمر على الشعب الفلسطيني لأنه من يدفع الثمن حماس أم الشعب الفلسطيني يا أخي أنت الآن الشعب الفلسطيني ليس حماس أنت, أنت الآن الدبابة الإسرائيلية التي تقصف والطيران الذي يقصف أبرياء هو لا يميز بين فلسطيني وفلسطيني لا يميز بين حماس وفتح هو يقصف كل إنسان يتحرك على الأرض نحن كل المطالب التي طلبتها المقاومة الفلسطينية هي إنسانية بحتة لذلك إحنا لم نطلب إلى الآن ما طلبناش من البحر إلى النهر عودة ضيفنا من قطر عبر الهاتف حتى نكون منصفين سيد جابر ما تزال معنا نعم معك تتابع النقاش أكيد لديك ما تضيف وما تقول خصوصا بالنظر إلى أهمية الدور القطري اليوم هل هناك من تنسيق أكبر مع أنقرة مع خالد مشعل وهو يقيم بينكم هناك اولا لدي بعض التعليق على ما ذكره الاخوه الزملاء معك حقيقه ان التنسيق حدث مع الاخ ابو مازن هذا صحيح لكن من يقاوم على الارض هي فصائل المقاومه ابو مازن موجود في رام الله نحن نتجاهل الواقع الحقيقي الموجود على الارض 8 سنوات واهل غزه محاصرون وثمان سنوات مرت عليهم 3 حروب 3 اعتداءات غاشمه يعني أولوية التنسيق إذا فهمتك جيدا تكون مع خالد مشعل وليس مع محمود عباس هذا رئيس فلسطيني أيضا ليست أيضا ليس هناك من ينكر ذلك لكن أن يتم تجاهل مطالب الفصائل التي تقاتل على الأرض لكن محمود عباس يبقى أقرب من أنقرة أليس كذلك عفوا أن يتم أن تعلم هذه الفصائل من وسائل الإعلام أن هناك مبادرة مصرية وأن يتم التنسيق مصري رام الله القاهرة دون إعطاء هذه الأطراف أعتقد أن أيضا هذه بحاجة إلى وقفة لماذا أردوغان له دور أيضا وقطر تنسق مع أنقرة أليس محمود عباس أقرب منه؟ وفي اليوم التالي اتصل أمير قطر بمحمود عباس ومحمود عباس أمس كان موجود بالدوحة مع بان كيمون كان هناك اتصال مباشر مع محمود عباس ومن يقول غير ذلك فهو غير صادق ويحاول أن يقلب الحقائق منذ اللحظة الأولى للعدوان نادت قطر بضرورة وقفه وفك الحصار وفتح هذه المعابر وإيجاد متنفس لماذا لم تدعم المبادرة المصرية مثلا إذا كانت النية صادقة لماذا لم تدعم المبادرة المصرية وتنزل بثقلها وعلاقتها القوية مع حماس معروفة يعني أنه ممكن الفصائل لا يمكن لقطر أن تضغط على الفصائل مبادرة لا تعير أي اهتمام لفتح يا أخي افتح 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 معبر بين غزة والدوحة لو في معبر يا أخي 8 سنوات افتح معبر بين غزة والدوحة يا أخي لو في معبر لماذا قطر صرح لماذا لا يكون هناك ثم سأعود إليك هناك 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 إمكانية لرفع هذا الحصار 8 سنوات وأهل غزة يعانون القتل هناك إمكانية وهناك مبادرة مطروحة وطرحت على الطاولة اسمها المبادرة المصرية لماذا لا تدعمها الدوحة خوفا على المدنيين أو حبا في الفلسطينيين تتجاهل حقوق أهل غزة والفصائل المعنية هي التي المعنية رفضت هذه المبادرة فما ذنب قطر أن تقبل هذه الفصائل يعني في 2012 مبادرة رعاها مرسي وضمن فيها دعمتها الدوحة بكل ثقلها الدبلوماسي والمالي لماذا الآن لا يتكرر نفس الأمر والمشهد متشابه لأن أبدا ليس متشابها أبدا لأن الفصائل مرسي لم يبقى رئيسا صحيح ليس متشابها والإخوان أخرجوا من الحكم لأنكم أنت تتحاجدوا أبدا لأنكم أنت تتكلم بهذه اللغة لا أحاول أن أفهم ما تقول لا تفهم لأن القيادة المصرية آنذاك في 2012 نسقت مع الجهات المعنية على الأرض وإحدى هذه الأطراف الفصائل كما نسقت مع إسرائيل وكما نسقت مع محمود عباس الآن تم تجاهل دور الفصائل اتضحت رؤيتك سيد جابر تعليق سريع أمضي إلى تل أبيب مرة أخرى الإخوة في قطر يعني عايشين في العالم الافتراضي بما أن الجزيرة تغطي العالم العربي في الهواء فيظن أن هناك يعني معبر بين رفح وقطر أو بين غزة وقطر ليست قطر ليست جوارا الجغرافيا السياسية هي التي تحكم في هذه الأمور يعني هذا العبث
غير مقبول، هذا العبث غير مقبول. لماذا لم يقم لماذا لم تقم الجزائر؟ سأعطيك تعقيب سيد جابر، لا يمكن أن نستمع لصوتين في ذات الوقت. لماذا لم تقم الجزائر بهذا الموقف؟ لماذا لم تقم المملكة العربية السعودية بهذا الموقف؟ المبادرة المصرية هي مبادرة عربية، هي مبادرة عربية، والعرب يصطفون أيضا السعودية والإمارات يدعمون المبادرة المصرية ويصطفون خلفها. إذن هذا هو الرأي العربي. قطر داخلة بالجنب لكي تبوظ هذا الموضوع. نحن لو قبلنا بهذه المبادرة منذ يوم 15 كنا أنقذنا كل هذه الدماء. إنما كل هذا الموضوع فك شفرة قطر تركيا حماس هي أن الدم الفلسطيني هو الذي سيغسل سمعة الإخوان المسلمين في العالم العربي مرة أخرى ويدخلهم إلى مصر من خلال بوابة غزة. وهذا شيء خطير جدا، رغم إدانتنا المطلقة للجرائم التي ترتكب على الأرض. قطر يجب أن تبتعد عن الشأن المصري الفلسطيني لأنها ليست طرفا جغرافيا مجاورا. قطر زي أي من حق الدول أن ترعى مصالحها الدبلوماسية وتكون مؤثرة، ليست طرفا كي تكون مؤثرة. ليست طرفا. أنا أتمنى من الإخوة في القطريين لو جابوا واحد هذا المنطق. حتى السعودية ليست طرفا، حتى الإمارات ليست طرفا. لا لا السعودية طرفا، السعودية لديها السعودية طرفا، السعودية جوار جغرافي، السعودية على البحر الأحمر، السعودية جارة لنا، السعودية تعطينا تيران وسنافير اللي تحكمت بباب المندب. الموضوع دول حقيقية أيضا بعلاقات السيسي وكل ما جرى في مصر وهو ليس وابق. الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعنا نذهب إلى تل أبيب. الرئيس عبد الفتاح السيسي لو سمحت هو رمز للدولة المصرية، لكن هذا العبث الذي يحدث من قطر والتراشق الذي الفلسطينيين يدفعون ثمنه يا سيدي، هذا الذي أقوله. أنا أنت تقول هذا، السياسيون في مصر اسمح لي لا يدركون. أنت تقاطعني في كل كلمة يا أخي، خليني أكمل جملة واحدة. تفضل. جملة واحدة صافية بإيجاز، وهي كل ما أتمناه أن يكون في سجلات العسكرية القطرية جندي قطري واحد قتل على الحدود مع إسرائيل منذ 48 حتى اليوم. اتضحت. وهذا يعطيك حق أن تتفاوض بالنيابة عن الفلسطينيين. شكرا. أدركنا وقت للأسف، لم نستطع أن نعطي الكلمة للكل كما كنا نريد. في الختام نشكر الجميع مشاهدينا ومستمعينا على متابعتهم، وإلى اللقاء.